لدى الاتحاد الأوروبي عقود تجارية حرة واتفاقيات اقتصادية مع أكثر من 40 بلدا في العالم. التعاملات التجارية السهلة، الرسوم الجمركية المتدنية وزيادة الصادرات كلها تعتمد على هذه الاتفاقيات. على الصعيد العالمي تحولت مناطق برمتها إلى منطقة تجارة حرة ضخمة مثل نافتا التي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وميركوسور التي تضم العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، وآسيان التي تجمع دولاً في منطقة آسيا، وجافتا التي تضمن التبادل الاقتصادي بين الدول العربية. اتفاقية التجارة الحرة في جيلها الجديد تشمل باستمرار مساحات جغرافية أوسع. على سبيل المثال اتفاقية تي بي بي بين دول المحيط الهادئ، ويقدر حجم تعاملاتها بثلث التبادل التجاري العالمي، وسيتا بين كندا والاتحاد الأوروبي، وتي تيب بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ولكن تلك الاتفاقيات مثيرة للجدل لأنها تتخطى مجال التجارة لتشمل تنظيم المعايير البيئية وحقوق الإنسان والعمل والأمن والخصوصية، ومن هنا تثير المخاوف من أن يتم خفض سقف هذه المعايير.